بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 93. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم جرى الأمر على السداد والاستقامة، والأمة واحدة، والدين واحد، والمعبود واحد. قال تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان الناس أمة واحدة من عهد آدم عليه السلام إلى عهد نوح عليه السلام، وهم أمة واحدة. ثم بعد نوح عليه السلام كان هناك من خيار أتباعه جماعة من خيار أتباعه، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، سبعة كانوا علماء، كانوا عبادا، وكانوا مستقيمين على دين أبيهم نوح عليه السلام من عهد آدم، قرن من الزمان، 1000 سنة وهم على التوحيد وعلى الاجتماع وعلى اتباع نبي الله نوح عليه السلام. إلا أنهم ماتوا في عام واحد، ماتوا في عام واحد، فحزن عليهم قومهم وفقدوهم. جاءهم الشيطان لعنه الله في صورة إنسان وقال: صوروا صور هؤلاء الصالحين، وانصبوا هذه الصور على مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها، حتى إذا رأيتموهم تتذكرونهم، تنشطون على العبادة والاقتداء بهم. فقبلوا هذه المشورة، صوروا صورهم ونصبوها على مجالسهم، على مجالس هؤلاء، فلم تعبد لأن العلماء موجودون، ولا يستطيع إبليس أن يزين لهم عبادته لأن العلماء موجودون. اكتفى بنصبها على مجالسهم. فلما طال الزمن قال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور على مجالس الصالحين إلا ليعبدوها، وبها كانوا يسقون المطر. وكان العلماء قد ماتوا وفشى الجهل، فقبلوا منه هذه المشورة الإبليسية فعبدوهم من دون الله، عبدوهم من دون الله، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. حدث الشرك في الأرض من ذلك التاريخ، حدث الشرك في الأرض من ذلك التاريخ. فأرسل الله نبيه نوحا عليه السلام يدعوهم إلى الله وينكروا هذا الشرك، ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد، وما آمن معه إلا قليل. وقال: إن الذين استجابوا لنوح عليه السلام 140، 140 فقط، البقية عاصوا نوحا عليه السلام، لأنه قد تمكن كيد الشيطان من قلوبهم. فلما عصوا نوح عليه السلام أوحى الله إليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. عند ذلك دعا عليهم نوح عليه السلام فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي ساكن دار، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا
إلا فاجرا كفارا. فدعا عليهم ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. فأرسل الله الطوفان عليهم وأغرقهم جميعا بعدما أمر نوحا عليه السلام أن يصنع السفينة. فصنع السفينة وكان نجارا عليه الصلاة والسلام، صنع السفينة ركب فيها هو وذريته وأتباعه في هذه السفينة، إلا بن نوح الذي عصى والده فناداه أبوه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، فغرق مع الكفار كافرا بالله عز وجل. ثم إن نوحا عليه السلام نادى ربه قال ربي إن ابني من أهلي، والله وعده أن ينجي أهله، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلي، يعني ليس من أهلك الناجين، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عامل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فهذا حاصل ما جرى على عهد نوح عليه السلام. نعم. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كانوا أمة واحدة من عهد آدم عليه السلام إلى عهد نوح، إلى عهد نوح لما عصوا نوحا وكفروا به، فعند ذلك أخذهم الله بالطوفان وهو الغرق الذي على رؤوس الجبال، أمر السماء فأمطرت مطرا قويا، وأمر الأرض فتفجرت عيونا، حتى التنانير التي كانوا يوقدون فيها النار فارت تنور، فالتقى الماء على أمر قد قدر، ماء الأرض وماء السماء، أغرقهم الله عن آخرهم إلا من ركب مع نوح في السفينة. نعم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، لما اختلفوا وحصل الكفر بعث الله النبيين، وأولهم نوح عليه السلام ينهونهم عن الشرك، بشرين ومنذرين. وفي الآية الأخرى وما كان الناس إلا أمة واحدة على التوحيد وعلى الدين، إلا وما كان الناس إلا أمة واحدة فبعث الله النبيين، يعني اختلفوا، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك قضي بينهم بما فيه يختلفون. نعم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. أنزل معهم الكتاب يعني نوع الكتب، الكتاب نوع الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء، التوراة والإنجيل والزبور، صحف إبراهيم وموسى. نعم. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ليحكم الكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه، فالحكم إلى كتاب الله عز وجل في كل وقت، الحكم إلى كتاب الله فيما اختلفوا فيه، في العقائد، في المعاملات، في أي شيء، أي خلاف ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. نعم. وفي الآية الأخرى أن الله سبحانه وتعالى قال بعث النبيين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. قال سعيد عن قتادة ذكر لنا
أنه كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلهم على الهدى وعلى 10 قرون أي 1000 سنة. نعم، 10 قرون كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق، ثم اختلفوا بعد ذلك، فبعث الله عز وجل نوحا. بعث الله أول الرسل وهو نوح عليه السلام. نعم، فبعث الله عز وجل نوحا وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، وبعث عند الاختلاف بين الناس وترك الحق. نعم، قال ابن عباس: كان الناس أمة واحدة، كانوا على الإسلام كلهم، وهذا هو القول الصحيح في الآية. نعم، وما كان الناس إلا أمة واحدة، فبعث الله النبيين بشرين ومنذرين. لما حصل الاختلاف بعث الله الرسل. نعم، وقد روى عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا أمة واحدة، كانوا كفارا. وهذا ليس بصحيح، ليسوا كفارا، كانوا على التوحيد. نعم، وهذا قول الحسن وعطاء، قال: كان الناس من وقت وفاة آدم إلى مبعث نوح عليهم السلام أمة واحدة على ملة واحدة وهي الكفر، كانوا كفارا كلهم أمثال البهائم، أمثال البهائم، فبعث الله نوحا وإبراهيم والنبيين. وهذا القول ضعيف جدا. نعم، بل هو غير صحيح. نعم، وهذا القول ضعيف جدا، وهو منقطع عن ابن عباس رضي الله عنهما، والصحيح عنه خلافه. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا شيبان ابن قال حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا على الإسلام كلهم، وهذا هو الصواب قطعا. اي نعم، كانوا على التوحيد كلهم من عهد آدم إلى عهد نوح. نعم، وهذا هو الصواب قطعا، فإن في قراءة أبي بن كعب: فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فاختلفوا، آية سورة يونس تبين هذا، أنهم كانوا على التوحيد إلى أن حدث فيهم الشرك، فبعث الله نوحا عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، ثم تتابع الرسل من بعده إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، والمقصود أن العدو كادهم وتلاعب بهم حتى انقسموا قسمين كفارا ومؤمنين. العدو وهو إبليس لعنه الله قد لعب بهم، انقسموا إلى قسمين مؤمنين وكفار بعد أن كانوا أمة واحدة. نعم، والمقصود أن العدو كادهم وتلاعب بهم حتى انقسموا قسمين كفارا ومؤمنين، فكادهم بعبادة الأصنام وإنكار البعث. نعم، كادهم، كادهم يعني أنه عمل لهم الكيد، عمل لهم الكيد والضلال. نعم، وكان أول ما كاد به عباد الأصنام من جهة، وكان أول ما كاد به عباد الأصنام من جهة العكوف على القبور وتصاوير أهلها. أي نعم، قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. عبدوا قبورهم، عبدوا قبورهم. فتنة القبور فتنة شديدة، يأتي الشيطان ويزين لهم أن صاحب هذا القبر يقضي الحوائج ويجيب الدعوات وإلى آخره، فيصدقونه لأنهم يحبون قضاء حوائجهم، يحبون. فإذا وجدوا شيئا من هذا فرحوا به ولا ينظرون إلى طريقه وإلى، يحبون حوائجهم فقط. نعم،
وهذا الذي عليه عباد القبور اليوم، يبون حوائجهم من الموتى، يطلبون حوائجهم من الموتى ولا يطلبونها من الله، ينسون الله ويطلبون الموتى، نسأل الله العافية. وإذا سئلوا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني اتخذناهم شفعاء يشفعون لنا عند الله ليقربونا إلى الله زلفى. طيب الله سبحانه شرع لكم أن تمدوا أيديكم إليه تدعوه تعبدوه، ما شرع لكم أن تدعوا غيره تقولون يشفعون لنا عند الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. وكان أول ما كاد به عباد الأصنام من جهة العكوف على القبور وتصاوير أهلها ليتذكروهم بها. نعم. ليتذكروهم بها كما قص الله سبحانه قصتهم في كتابه فقال: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يعني لا تطيعوا نوحا عليه السلام، تذرون آلهتكم، تمسكوا بهم واتركوا نوحا عليه السلام ودعوته. نعم. قال البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. نسخ العلم يعني رفع، مات العلماء، ما يقبض العلم إلا بموت العلماء، فلما ماتوا انقبض العلم، جاء الشيطان باض وفرخ في رؤوسهم والعياذ بالله، لأن ما في علماء. نعم. وقال ابن جرير عن محمد بن قيس قال: كانوا قوما صالحين من بني آدم، كان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم كان أشوق لنا. هذا فيه التحذير من التصوير، لا سيما التماثيل، تماثيل المجسمات، الصور المجسمة، هذه خطر عظيم، وهي التماثيل هي التي ضل بها قوم إبراهيم. ما هذه؟ لما قال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هي صور، صور على صور رجال منحوتة. نعم. وقال ابن جرير عن محمد بن قيس قال: الآن يسمونها الفن، تصوير يسمونها الفن، فن شيطاني، ما هو فن هذا. نعم. وقال ابن جرير عن محمد بن قيس قال: كانوا قوما صالحين من بني آدم، كان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم. فعبدوهم بتزيين الشيطان لهم في هذه الصور، افتتنوا بها. هذا فيه التحذير من التماثيل ومن الصور المعلقة والمنصوبة، لا يجوز هذا، يعني هذا وسيلة إلى الشرك. نعم. وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبي: أخبرني أبي قال: أول ما النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يدخل لما جاء من سفر ووجد عائشة قد علقت قراما على فتحة في الجدار فيها تصاوير، أبى أن يدخل حتى هتكت عائشة هذا الستر وجعلته وسايد تكئ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه الصلاة والسلام. قبل ذلك أبى أن يدخل حتى أزالت هذا القرام وجعلته وسايد ممتهنة يتكئ عليها ويمشى عليها. نعم. وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبي: أخبرني أبي قال: أول ما عبدت الأصنام أن آدم عليه السلام لما مات جعله بنو شيث ابن آدم في مغارة في الجبل،
الذي أهبط عليه آدم بأرض الهند، ويقال للجبل نوذ وهو أخصب، ويقال للجبل نوذ نوذ نو نون واو ذال نوذ يقال في الهند، هذا جبل في الهند. نعم. ويقال للجبل نوذ وهو أخصب جبل في الأرض. قال هشام: فأخبرني أبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: فكان بنو شيث عليه السلام يأتون جسد آدم في المغارة فيعظمونه ويترحمون عليه، فقال رجل من بني قابيل: يا بني قابيل، إن لبني شيث دوارا يدورون حوله ويعظمونه وليس لكم شيء، فنحت لهم صنما فكان أول من عملها. نعم. قال هشام: قال هشام وأخبرني أبي. وشيث، وشيث هذا نبي قبل، هذا نبي قبل نوح. شيث هذا نبي قبل نوح عليه السلام، وإدريس أيضا، إدريس قبل نوح. نعم. قال هشام: وأخبرني أبي قال: كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر قوما صالحين، فماتوا في شهر، فجزع عليهم ذو أقاربهم، فقال رجل من بني قابيل: يا قوم، هل لكم أن أعمل لكم خمسة أصنام على صورهم غير أني لا أقدر أن أجعل فيها أرواحا؟ قالوا: نعم. فنحت لهم خمسة أصنام على صورها ونصبها لهم، فكان الرجل يأتي أخاه وعمه وابن عمه فيعظمه ويسعى حوله حتى ذهب ذلك القرن الأول، وكانت عملت على عهد يرد ابن مهلائيل ابن قينان ابن أنوش ابن شيث ابن آدم. نعم. ثم جاء قرن آخر فعظموهم أشد من تعظيم القرن الأول، ثم جاء من بعدهم القرن الثالث فقالوا: ما عظم أولانا هؤلاء، ما عظم أولونا هؤلاء إلا يرجون شفاعتهم عند الله تعالى، فعبدوهم وعظموا أمرهم واشتد كفرهم، فبعث الله إليهم إدريس عليه السلام فدعاهم فكذبوه فرفعه الله مكانا عليا. نعم. ولم يزل أمرهم يشتد فيما قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: كان عليا في السماء عليه السلام، إدريس في مكان مرتفع من السماء، مكانا عليا السماء السابعة. نعم. ولم يزل أمرهم يشتد فيما قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس حتى أدرك نوح، فبعثه الله تعالى نبيا، وهو يومئذ ابن 480 سنة، فدعاهم إلى الله تعالى في نبوته 20 و100 سنة، فعصوه وكذبوه، فأمره الله تعالى أن يصنع الفلك، ففرغ منها وركبها وهو ابن السفينة. الفلك هي السفينة. نعم. فأمره الله تعالى أن يصنع الفلك ففرغ منها وركبها وهو ابن 600 سنة، وغرق من غرق ومكث وغرق من غرق. نعم. ومكث بعد ذلك 350 سنة، وكان بين آدم ونوح 1000 سنة و100 سنة، فأهبط الماء هذه الأصنام من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدة، فلما نضب الماء وبقيت على الشط فسفت الريح عليها حتى وارتها. قلت: ظاهر القرآن يدل على خلاف هذا. قلت: ظاهر القرآن يدل على خلاف هذا، وأن نوحا عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وأن الله لبث فيهم يدعوهم قوم 1000 سنة. نعم. وأن الله عز وجل أهلكهم بالغرق بعد أن لبث فيهم هذه المدة. نعم. قال الكلبي: وكان عمر ابن لحي كاهنا، وله عمر بن لحي الخزاعي، هذا كان ملكا في الحجاز، لأن خزاعة استولت على مكة فترة من الزمن، وفيهم هذا الملك، هذا الملك. فجاءه الشيطان، جاء إلى عمرو بن لحي هذا الملك الكافر، وقال له: اذهب إلى جدة
تجد فيها أصناما معدة، خذها ولا تخف، وادعو إليها، خذها ولا تهب، خذها ولا تهب، وادعو إليها سائر العرب. فاستخرجها من الأرض ووزعها على القبائل، وزعها على القبائل، كل قبيلة فيها صنم، عبدوها من دون الله والعياذ بالله. نعم. قال الكلبي: وكان عمرو ابن لحي كاهنا وله رئي من الجن. وله رئي، رئي، وله رئي من الجن. اي نعم. وله رئي من الجن، فقال له: عجل المسير والضعن من تهامة بالسعد والسلامة، ائت جدة تجد فيها أصناما معدة، فأوردها تهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. فأتى نهر جدة فاستثارها، ثم حملها حتى ورد تهامة وحضر الحج، فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة، فأجابه عوف ابن عذرة ابن زيد اللات، فدفع إليه ودا فحمله، فكان بوادي القرى بدومة الجندل، وسمى ابنه عبد ود، فهو عبد ود فهو أول من سمي به. وجعل عوف ابنه عامرا سادنا له، فلم يزل بنوه يسدنونه حتى جاء الله بالإسلام. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف رأى عمرو بن لحي والعياذ بالله يجر قصبه، يعني أمعاءه، يجر قصبه في النار. نعم. قال الكلبي: فحدثني مالك ابن حارثة أنه رأى ودا قال: وكان أبي يبعثني باللبن إليه فيقول: أسقه إلهك، فأشربه. قال: ثم رأيت خالد ابن الوليد رضي الله عنه كسره فجعله جذاذا. كسر هذا الصنم خالد بن الوليد قائد الجيوش رضي الله عنه، كسر هذا الصنم الذي في دومة الجندل وجعله جذاذا. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد لهدمه، فحالت بينه وبين هدمه بنو عبد ود وبنو عامر، فقاتلهم فقتلهم وهدمه وكسره. قال نعم. الكلبي: وهو الذي خالد بن الوليد أيضا هو الذي هدم العزة في مكة، هو الذي هدم العزة في مكة، وكانت شجرة فأحرقها، ظهرت عليه عجوز شمطاء جنية، ظهرت عليه فقتلها، علاها بالسيف وقتلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره، قال: تلك العزة ولا عزة بعدها. نعم. قال الكلبي: فقلت لمالك بن حارثة: صف لي ودا حتى كأني أنظر إليه. قال: كان تمثال رجل كأعظم. قال الكلبي: فقلت لمالك بن حارثة: صف لي ودا حتى كأني أنظر إليه. قال: كان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال، قد زبر أي نقش، عليه حلتان، متزر بحلة، مرتد بأخرى، عليه سيف قد تقلده وقد تنكب قوسا، وبين يديه حربة فيها لواء، وفضة فيها نبل، يعني جعبة. وأجابت عمرو بن لحي: مضر ابن نزار. فدفع إلى رجل من هذيل يقال له الحارث ابن تميم، يقال له الحارث ابن تميم ابن سعد ابن هذيل ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر سواعا، فكان بأرض يقال لها رهاط من بطن نخلة، يعبده من يليه من مضر. بذلك يقول رجل من العرب: تراهم حول قبلتهم عكوفا كما عكفت هذيل على سواعي. وأجابته مذحج. وأجابته مذحج: فدفع إلى أنعم ابن عمرو المرادي يغوث، وكان بأكمة باليمن، تعبده مذحج ومن والاها.
وأجابته همدان فدفع إلى مالك بن مرثد بن جشم ابن جشم يعوق، فكان بقرية يقال لها خيوان، فعبده همدان ومن والاها من اليمن. وأجابته حمير فدفع إلى رجل من ذي رعين يقال له معد كرب نسرا، فكان بموضع من أرض سبأ يقال له بلخع، تعبده حمير ومن والاها، فلم يزل يعبدونه حتى هودهم ذو نواس، فلم تزل هذه الأصنام تعبد. يعني دعاهم إلى اليهودية، إلى اليهودية، فتهودوا صاروا يهودا في اليمن. نعم. فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم فهدمها وكسرها. نعم، كسر الأصنام كلها. بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة جماعة بعثهم إلى هذه الأصنام فهدموها لما فتح الله له مكة. وجد على الكعبة 360 صنما على الكعبة معلقة، فجعل يشير إليها ويقول: فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فتتهاوى على الأرض، فأمر بها فأخرجت من المسجد الحرام وأحرقت. نعم. فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم فهدمها وكسرها. نعم. قلت: هذا شرح ما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكان لمراد، ثم لبني قطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. قال: وهؤلاء أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وذكر ما تقدم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرا ابن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. وفي لفظ: من سيب السوائب، يعني سيب الإبل للأصنام لا تركب ولا يحمل عليها. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه عند المشركين كانوا يعدونها للأصنام. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. وفي لفظ: وغير دين إبراهيم. اي نعم، في الحجاز. أي أول من غير دين إبراهيم في الحجاز هو عمرو بن لحي الخزاعي. نعم. وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي أن أبا صالح السمان حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم ابن الجون الخزاعي: يا أكثم، رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندث يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه والعياذ بالله. نعم. فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. فقال أكثم: عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله. قال: لا، إنك مؤمن وهو كافر. إنه كان أول من غير دين إسماعيل، فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي، يعني من الإبل. نعم. قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم ماب راح يتعالج عمرو بن لحي بيتعالج بالشام من مرض أصابه، فتعالج وشفاه الله، ووجد عندهم الأصنام فجاء بها يحملها معه ووزعها على
العرب والعياذ بالله. نعم. حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم ماب للعلاج، خرج للعلاج. نعم. فلما قدم ماب من أرض البلقاء وبها يومئذ العماليق، وهم ولد عملاق ابن لاود ابن سام ابن نوح، رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام التي تعبدون؟ فقالوا: نستمطر بها فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا. فقال: أفلا تعطوني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. قال هشام: وحدثني أبي وغيره أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما سكن مكة وولد بها أولاده فكثروا حتى ملأوا مكة ونفوا من كان بها من العماليق، ضاقت عليهم مكة ووقعت بينهم الحروب والعداوات، وأخرج بعضهم بعضا فتفسحوا في البلاد والتماس المعاش، فكان الذي حملهم على عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يضعن من مكة ضاع إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم وصبابة بمكة. كانوا ينقلون هذه الأحجار ويعبدونها، ينصبونه، ينصب الحجر الذي معه ويعبدوه، وإذا لم يكن معه حجر فإنه يجمع كوما من التراب ويعبده. نعم. فكان الذي حملهم على عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يضعن من مكة ضاعن إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم وصبابة بمكة، فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالبيت حبا للبيت وصبابة به، وهم على ذلك يعظمون البيت ومكة ويحجون ويعتمرون على إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ثم عبدوا ما استحسنوا ونسوا ما كانوا عليه، استبدلوا بدين إبراهيم غيره فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليهم الأمم من قبلهم، واستخرجوا ما كان يعبد قوم نوح عليه السلام، وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل يتنسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة وإهداء البدن. وكانت نزار تقول في إهلالها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا، لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. نعم، هذا في تلبية أهل الجاهلية: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. إذن كيف تجعلون لله شريكه وهو عبده، تملكه وهو مملوك لله، تملكه وما ملك؟ أنتم لا ترضون هذا لأنفسكم، ما ترضى أن عبدك يصير شريك لك. نعم. فلبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد بدل هذه التلبية الشركية: لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لبيك. نعم. وكان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي عمرو ابن ربيعة، وهو لحي، هو نعم، وهو لحي ابن حارثة، وهو نعم، وهو أبو خزاعة. وكانت أم عمرو فهيرة بنت عمرو ابن الحارث، وكان الحارث الذي يلي أمر الكعبة. فلما بلغ عمرو بن لحي نازعه في الولاية وقاتل جرهم ببني إسماعيل، فظفر بهم وأجلاهم عن الكعبة ونفاهم من بلاد مكة وتولى حجابة البيت. ثم نعم، جرهم تولت شؤون البيت مدة من ونزعته من قريش. نعم. ثم إنه مرض مرضا شديدا، فقيل له: إن بالبلقاء من الشام حمة إن أتيتها
برأت فأتاها فاستحم فيها فبرئ. أما يعني ماء منتن فيه يسمونها الغربة، الغربة هذه يسمونها الحمة، نعم، من حماء مسنون، خلق آدم من حماء مسنون، يعني من طين فيه رائحة، نعم. ثم إنه مرض مرضا شديدا فقيل له إن بالبلقاء من الشام حمة إن أتيتها برئت، فأتاها فاستحم فيها فبرئ ووجد أهلها يعبدون الأصنام، فقال ما هذه؟ فقالوا نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو، فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا، فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة، واتخذت العرب الأصنام، فكانت أقدمها منات، وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد بين مكة والمدينة. نعم، وهذا كان أهل المدينة في الجاهلية يحرمون منه بالحج من قديد، نعم. وكانت العرب جميعها تعظمه، وكانت الأوس والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة وما قارب من المواضع يعظمونه ويذبحون له ويهدون له، ولم يكن أحد أشد إعظاما له من الأوس والخزرج. قال هشام وحدثنا رجل من قريش عن أبي عبيدة بن عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال كانت الأوس والخزرج ومن جاورهم من عرب أهل يثرب وغيرها يحجون، فيقفون مع الناس المواقف كلها ولا يحلقون رؤوسهم، فإذا نفروا أتوه فحلقوا عنده رؤوسهم تعبدا له، يحلقون رؤوسهم تعبدا للصنم، نعم. فإذا نفروا أتوه فحلقوا عنده رؤوسهم وأقاموا عنده، لا يرون لحجهم تماما إلا بذلك. وكانت مناة لهذيل وخزاعة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح، نعم. ثم اتخذوا اللات بالطائف وهي أحدث من مناة، وكانت صخرة مربعة، وكانت سدنتها من ثقيف، وكانوا قد بنوا عليها، وكانت قريش وجميع العرب تعظمها، وبها كانت العرب تسمي زيد اللات وتيم اللات، وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم، مسجد العباس، نعم. فلم تزل كذلك حتى أسلم الثقيف، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة ابن شعبة فهدمها وحرقها بالنار، ثم اتخذوا العزى وهي أحدث من اللات ومنات، اتخذها ظالم ابن أسعد وكان بواد من نخلة فوق ذات عرق، وادي نخلة اللي هو نخلة اليمانية ونخلة الشامية على طريق السيارات اليوم في الريع اللي تمرون به، كانت في أوله، نعم. ثم اتخذوا العزى وهي أحدث من اللات ومنات، اتخذها ظالم ابن أسعد وكانت بواد من نخلة فوق ذات عرق، وبنوا عليها بيتا وكانوا يسمعون منه الصوت. قال هشام شيطان، نعم. قال هشام وحدثني أبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال كانت العزى شيطانة تأتي ثلاث سمرات ببطن نخلة، فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد فقال ائتي بطن نخلة فإنك ستجد ثلاث سمرات فعضد الأولى، فأتاها فعضدها، فلما جاء إليه قال هل رأيت شيئا؟ قال لا. قال فعضد الثانية، فأتاها فعضدها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل رأيت شيئا؟ قال لا. قال فعضد الثالثة، فأتاها فإذا هو بحبشية نافشة شعرها واضعة يديها على عاتقها تصرف بأنيابها وخلفها سادنها، فقال خالد يا عزى كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك، ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممة، ثم عضد الشجرة وقتل السادن
ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزى ولا عزى بعدها للعرب. نعم. قال هشام: وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها، وأعظمها عندهم هبل، وكان فيما بلغني من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد اليمنى، أدركته قريش كذلك فجعلوا له يدا من ذهب، وكان أول من نصبه خزيمة ابن مدركة ابن الياس بن مضر، وكان في جوف الكعبة، وكان قدامه قداح مكتوبة في أحدها صريح وفي الآخر ملصق، فإذا شكوا في مولود أهدوا له هدية ثم ضربوا بالقداح، فإن خرج صريح ألحقوه، وإن كان ملصقا دفعوه، وكانوا إذا اختصموا في أمر أو أرادوا سفرا أتوه فاستقسموا بالقداح عنده، وهو الذي قال له أبو سفيان يوم أحد: أعلو هبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا له الله أعلى وأجل. وكان لهم إساف ونائلة. قال هشام: حدث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن إسافا رجل من جرهم قال: أعلو هبل. نعم. أعلو هبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا له الله أعلى وأجل. هذا في غزوة أحد لما جاء أبو سفيان، وكان قائد المشركين في ذلك الوقت، فنادى: هل فيكم أبو بكر هل فيكم عمر هل فيكم فلان وفلان؟ ولا يجيبونه، والرسول صلى الله عليه وسلم معهم، قال: لا تجيبوه. فلما قال: اعلوا هبل، يعني الصنم، قال: أجيبوه. قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال: لنا العزى ولا عزى لكم. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. نعم. قال هشام: فحدث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إسافا رجل من جرهم يقال له إساف بن يعلى. إساف ونائلة. إساف ونائلة صنمان على الصفا والمروة. إساف ونائلة صنم على الصفا وصنم على المروة، جعلهم مشركون. فلما فتح الله مكة للرسول صلى الله عليه وسلم كسرها وحطمها وأزالها، فكان الناس المسلمون يتورعون من الطواف من السعي بين الصفا والمروة، لأنه كان عليهما صنمان، كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة لأنه كان عليهما صنمان. أنزل الله تعالى: فمن حج البيت إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا جناح عليه، هذا نفي لما كانوا يتوهمونه من أن السعي بينهما فيه تعظيم للمنات. نعم. والعزى. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إسافا رجل من جرهم يقال له إساف بن يعلى، ونائلة بنت زيد من جرهم، وكان يتعشقها في أرض اليمن، فأقبلوا حجاجا فدخل البيت فوجد غفلة من الناس وخلوة من البيت، ففجر بها في البيت فمسخ حجرين، فأصبحوا فوجدوهما مسخين فأخرجوهما فوضعوهما موضعهما، فعبدتهما خزاعة وقريش ومن حج البيت بعد من العرب. قال هشام: لما مسخا حجرين وضعا عند الكعبة ليتعظ بهما الناس، فلما طال مكثهما وعبدت الأصنام عبدا معها، وكان أحدهما ملصقا بالكعبة والآخر في موضع زمزم، فنقلت قريش الذي كان ملصقا بالكعبة إلى الآخر، فكانوا يذبحون وينحرون عندهما. وكان من تلك الأصنام ذو الخلصة، وكان مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج،
وكان له بيت بين مكة واليمن على مسيرة 7 ليال من مكة، وكانت تعظمه وتهدي إليه خثعم وبجيلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجرير: ألا تكفيني ذا الخلصة؟ فسار إليها بأحمس فقاتلته خثعم وباهلة فظفر بهم وهدم بيت ذي الخلصة وأضرم فيه النار فاحترق. وذو الخلصة اليوم عتبة باب مسجد تبالة. وكان لدوس عند في الطائف، نعم. وكان لدوس صنم يقال له ذو الكفين. فلما أسلموا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الطفيل ابن عمرو فحرقه. وكان لبني الحارث بن يشكر صنم يقال له ذو الشراء. وكان لقضاعة ولخم وجذامة وعاملة وغطفان صنم في مشارف الشام يقال له الأقيصر. وكان لمزينة صنم يقال له نهم، وبه كانت تسمى عبد نهم. وكان لعنزة صنم يقال له سعير. وكان لطي صنم يقال له الفلس. وكان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه. وكان لأهل كل البيوت، حتى بيوت مكة هي أصنام، نعم. وكان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه، فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به، وإذا قدم من سفره كان نعمة الإسلام ونعمة التوحيد، الحمد لله، نعم. كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به، وإذا قدم من سفره كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به. قال ابن إسحاق: وكان لخولان صنم يقال له عم أنس، بأرض خولان يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله بزعمهم، فما دخل في حق الله من حق عم أنس ردوه عليه، وما دخل في حق الصنم من حق الله الذي سموه له تركوه له. وفيهم أنزل الله سبحانه: وجعلوا له مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، إلى قوله: ساء ما يحكمون. قال ابن إسحاق: وكان لبني ملكان ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة صنم يقال له سعد. نقف على هذا، نعم. أصنام كثيرة، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الكتاب، هذا سائل يقول: الكتاب الذي أنزل على نوح عليه الصلاة والسلام هل يعلم اسمه كما يعلم اسم التوراة والإنجيل وغيرها؟ ما أذكر شيء من هذا، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ود ويعوق ومن بعدهم هل كانوا قبل بعثة نوح عليه الصلاة والسلام؟ نعم. يقول: ود وسواع ومن وغيرهم هل كانوا قبل بعثة نوح عليه الصلاة والسلام أو بعده؟ الأصنام كانت قبله، فبعثه الله ينكر عبادة الأصنام ويأمر بتوحيد الله، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز أن يدعو داع يدعو الله عز وجل بدعاء نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، هل هذا الدعاء مشروع؟ لا، لأن نوح أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وأنت يعني تقول أنه خلاص ما حد مؤمن في هذا الوقت، من يعلم الغيب، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم العمل في مؤسسات وشركات تقوم بترميم وصيانة التماثيل والآثار لتقديمها لأجل السياحة وغير ذلك؟ أسأل الله العافية. هذه السياحة شركية لا تجوز، ولا يكون هذا في بلاد المسلمين إن شاء الله، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، دعا نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما،
هل هناك فرق بين السنة والعام؟ لا، السنة هي العام والعام هو السنة، لا فرق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: التصوير هل هو بجميع أنواعه محرم، أم أن التصوير بما يسمى بالفيديو يكون خارجا عن ذلك؟ تصوير التماثيل محرم ولا يجوز، أما تصوير الصورة الضوئية، الصورة الضوئية فهذه تجوز عند الضرورة، مثل جواز السفر، مثل البطاقة الشخصية، مثل هذا يجوز للضرورة، لأنه لو لم تصور ما حصلت على هذه الوثائق التي تمشي بها ومصالحك، تعطل مصالحك. من أجل الضرورة أبيح التصوير لهذه الأغراض فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: النقل المباشر الذي يكون على الهواء مباشرة، هل هو داخل في حكم التصوير؟ إيش؟ النقل المباشر الذي يكون على الهواء مباشرة كنقل صلاة الحرمين. التصوير ما له حكم التصوير، هذا ينقل صورة المصلين وصورة ثم يزول، ما يثبت بعد ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس يزعم أن سفينة نوح عليه الصلاة والسلام ما زالت موجودة وقد أبقاها الله عز وجل للاعتبار، فهل ما يذكرونه صحيح في ذلك؟ الله جل وعلا ذكر أنها استوت على الجودي جبل، الجودي جبل في العراق عند الموصل، جبل عند الموصل سمى الجودي، واستوت عليه السفينة، سفينة نوح عليه السلام. الله أعلم، ما أظن تبقى إلى الآن، لكن مكانها وهو الجودي يذهبون إليه يشوفونه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أحيانا أنكر على من يذهب إلى بعض من يتعلقون به ويدعونه، فيقولون إننا نطلب منهم أن يدعوا لنا الله لأنهم أناس صالحون وهم أحياء ونحن لا نعبدهم. قل وراك ما تدعو أنت، قل له ادعو أنت، وشو له تروح الواحد إن يدعو لك، أنت ادع الله، قال ربكم ادعوني استجب لكم. نعم. ما قال روح ولا أحد يدعو لكم، قال ادعوني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل للإنسان العادي أن يقوم بتحطيم التماثيل الموجودة في بعض البلاد؟ إيش؟ يقول: هل للإنسان العادي أن يقوم بتحطيم التماثيل الموجودة في بعض البلاد؟ لا، لازم من سلطة، لازم من سلطة، أما الأفراد ما يعملون هذا، لأنهم لو عملوه لصار عليهم خطر، ثم أيضا هم يردونها كما كانت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يتصدى للإفتاء وهو غير معروف بالعلم ويتخبط لإرضاء شريحة من الناس، هل هذا العمل هو من كيد الشيطان وتلاعبه ببعض بني آدم؟ هذا من القول على الله بغير علم، من القول على الله بغير علم هو أشد من الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أشد من الشرك، فلا يجوز القول على الله بغير علم. والفتوى في هذه البلاد ولله الحمد، بل كل بلاد المسلمين، يعين لها مفتون ويذهب إليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز التسمي باسم نائلة؟ لا، هذا اسم صنم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل شفاء الله سبحانه وتعالى لعمر ابن لحي هو من باب الفتنة والابتلاء وهو عدو لهذا الدين؟ الله يشفي الكفار يعافيهم، لأنه ربهم، لأنه ربهم، فهو يرزقهم ويشفيهم، وهم كفار بمقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى،
عبوديته لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل في رمضان الماضي قد مرض ولم يستطع صيام رمضان وقد شفاه الله الآن، فما الواجب عليه أن يصنع؟ أن يبادر بالقضاء، يبادر بقضاء رمضان قبل يأتي رمضان الجديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: جماعة كانوا على سفر فدخلوا المسجد والناس يصلون الجمعة وأدركوا الإمام في التشهد في صلاة الجمعة، فلما سلم الإمام قام بعضهم فصلاها أربعة وبعضهم صلاها ركعتين لأنهم على سفر، فمن هو المصيب من هاتين الجماعتين؟ كلهم غير مصيبين، حكمهم حكم الإمام، دخلوا مع الإمام حكمهم حكم الإمام، فاتتهم الصلاة مع الإمام صلونها ظهرا أربع ركعات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم إعطاء الزكاة للأقارب من الفروع أو الأصول؟ ما حكم إعطاء الزكاة للأقارب من الفروع أو الأصول؟ لا تجوز، لا تجوز زكاة الفروع للأصول ولا الأصول للفروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من قدم عضوا من أعضائه في الوضوء ناسيا أو جاهلا ثم صلى، فهل وضوءه صحيح وصلاته؟ نعم، التيامن في الوضوء سنة، تبدأ بالميامن هذا سنة، فلو بدأت باليسرى غسلتها ثم غسلت اليمنى صح، لكنه خلاف الأفضل. نعم. ولو قدم عضوا على آخر يا شيخ؟ أه؟ لو قدم عضوا على آخر، على آخر إيه؟ اليدين، وما يخالف اليدين والرجلين ما يخالف، أما إذا قدم اليد على الوجه لا، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل تساهل في إخراج زكاة ماله سنوات عديدة، هل يقوم بعد أن تاب، هل يقوم بإخراج ما مضى أم يكتفي بالتوبة؟ لا، ما يكفي التوبة، الزكاة لا بد من إخراجها فيخرجها عن السنوات الماضية مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من غسل ميتا فهل يجب عليه أن يعيد الوضوء وهل عليه غسل؟ لا، يستحب أنه يغتسل، إذا غسل ميتا يستحب له أن يغتسل بعد ذلك، وإذا لم يغتسل فلا حرج عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل للراقي أن يستخدم الجن لأجل الضرورة خاصة إذا استعصى العلاج؟ نعوذ بالله من هذا، ما يجوز استعين بالجن، أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن زادوهم رهقا، ما يجوز الاستعانة بالجن أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: سمعت أن قراءة سورة قاف على المنبر يوم الجمعة في الخطبة أنها مشروعة، فهل تقرأ كاملة أم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ منها، يقرأ منها، ما يقرأها كاملة، إنما يقرأ منها في كل خطبة، يقرأ منها آيات مناسبة للخطبة. نعم، للخطبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كان مستطيعا للقيام لكنه صلى جالسا في النافلة فهل صلاته صحيحة؟ من كان مستطيعا للقيام لكنه صلى جالسا في صلاة النافلة فهل صلاته صحيحة؟ صحيحة، لكن له نصف الأجر، نصف أجر القائم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل دخل إلى البلد داخل المدينة وصلى إلى غير القبلة، يقول: هل يعيد جميع الصلوات التي صلاها؟ نعم، لأن عنده الناس يسألهم، عنده محاريب للمساجد، ما له عذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بعض المأمومين يكبر مع الإمام تكبيرة الإحرام ويكون مقارنا له في التكبير ومساوي، يكون مقارنا له، بعض
بعض المأمومين يكبر مع الإمام تكبيرة الإحرام ويكون مقارنا له ومساوي. لا ما يجوز هذا، لا تنعقد صلاته، لا تنعقد صلاته، لا بد أن تكون تكبيرته للإحرام بعد تكبيرة الإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يشرع لخطيب الجمعة أن يأتي إلى الجامع مبكرا لينال أجر التقدم المذكور في الحديث من جاء في الساعة الأولى، أم أنه يأتي وقت الخطبة ويدخل؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي وقت الخطبة ويبدأ بالخطبة، وليس عليه تحية مسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يشرع للإمام أن يسكت عقب الفاتحة ليقرأها المأموم خلفه حتى يرجع إليه نفسه؟ يسكت حتى يرجع إليه نفسه، ولا يمدد السكوت ليتمكن الإمام من القراءة، بل يقرأ والمأموم يستمع إلى، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: رجل يطوف بالبيت ثم انتقض وضوءه في الشوط الخامس، فهل يعيد الطواف من أوله بعد الوضوء أم يبني؟ نعم نعم، لأنه بطل الطواف، الأشواط الأولى بطلت بانتقاض الوضوء، فيتوضأ ويبدأ الطواف من جديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل نذر أن يصلي ركعتين بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، يعني في أوقات النهي. نعم. رجل نذر أن يصلي ركعتين بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، يعني في وقت النهي، فهل يوفي بنذره إذا حصل له ما؟ لا، يصليهم في غير وقت النهي، يصليهم لكن بغير وقت النهي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أطال الإمام الصلاة وكان المأموم منشغلا وله حاجة تفوت، فهل يشرع له أن ينوي المفارقة ويتم صلاته وحده؟ نعم، إذا كان مثلا يحتاج إلى مفارقة الإمام لخوف ضياع ماله، نعم ينوي المفارقة ويكمل صلاته ويسلم لنفسه يذهب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند الوضوء هل يشرع للإنسان أن ينوع في العدد فيغسل الوجه ثلاثة ويغسل اليدين مرتين والرجلين مرة؟ ليش؟ من قال له هذا؟ لا، سواء الوضوء سواء سواء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الرجل في الصلاة فخرج منه دم من أنفه رعاف، فهل يقطع صلاته لأجل ذلك وهل تبطل؟ إن كان كثير ينقض الوضوء، أما إن كان يسير فلا بأس بذلك ولا ينتقض وضوءه. وكان ابن عمر رضي الله عنه يعصر البثرة، يعني الحبة في وجهه، يعصرها ويخرج منها دم وهو يصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما ضابط الغيبة المحرمة، وكيف أفرق بين أن هذه غيبة وبين أنها وصف لفلان؟ وصف يكرهه، وصف يكرهه فلان. قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، لا تصفه بما يكره في حال غيبته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: البعض يطيل القراءة في الركعة الأولى وخاصة في صلاة الفجر والعشاء، وأما الركعة الثانية فإنه يخففها تخفيفا شديدا، يقول: هل هذا مشروع؟ شديدا لا، ما هو مشروع، لكن تكون الأولى أطول من الثانية بشيء يسير لا بأس، أما كثير لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الأفضل،
أن يحضر الإنسان مجالس أهل العلم أو أنه يقرأ القرآن الكريم؟ يجمع بينهما، يحضر الدرس ومجالس العلم ويقرأ القرآن في وقت آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لجلسة الاستراحة، هل هي سنة في الصلاة؟ فيها خلاف، وإذا احتاج إليها فهي مباحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما أفضل بعضهم يرى أنها سنة، والذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه لأجل لما كبر يفعله لأجل يستريح، لأنه كبر، يقول عليه الصلاة والسلام، يفعلها لاستراحة، وقيل إنه فعلها تشريعا تكون مستحبة، يعني محتمل هذا وهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما أفضل كتاب في العقيدة يحفظه الطالب المبتدئ؟ العقيدة الواسطية هي أحسن كتاب في العقيدة، العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا قرأ الإمام الفاتحة فهل للمأموم أن يقرأ معه؟ لا، يقرأ بعده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المصليات هل تشرع لها تحية كالمساجد؟ لا، ليست مساجد، وإنما هي مصليات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب الأذان لصلاة الفريضة إذا كان الإنسان في البر أو في حديقة؟ يستحب. نعم، يستحب أن يؤذن ولو كان وحده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كانت الحديقة تسقى بماء المجاري أعزكم الله المكرر، فهل تجوز الصلاة في هذا المكان؟ نعم، لأنه طاهر، لأنه لما كرر وصار طاهرا، ذهب عنه الريح واللون والطعم، صار طاهرا. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.